مساء الخير، شرب اللبكة من موقع الفن. لفتني كثير بالبروجرام تعليقات النجمة الذهبية نوال الزغبي يلي كثير لقيتها حقيقية وموضوعية، فقد ايه برأيك تعليقات لجنة التحكيم لازم تكون موزونة خصوصي ببداية مشوار المشتبه؟ هيدا أول سؤال. أختصر بس بالأسئلة للصحافة الكريمة، سؤال حتى الحضور يعني نقدر نجاوب على أكثر عدد ممكن من الأسئلة. تفضل اسمع. السؤال لفتني كثير بابي. ليك بدي اقول لك شغله، نحن قدام هواة مش قدام محترفين. انا ما بي اجي، انا ماني معلمه مدرسه جاي اقول له انت غلطت انت عملت، انا جاي انصح جاي ساعد. انا هيدي نظرتي للمشتركين، انه انا اذا بقدر ساعد رح ساعد، يعني شو الاغلاط الصغيره بقول له اياها، بس يعني مش ضروري كسر. في كثير برامج للهواد وفيهم لجنة تحكيم، اليوم نوال الزغبي بمين بتقتدي من بين اعضاء لجنة التحكيم؟ كلهم منيح، كلهم عندهم خبرة. مين اكتشفت هالسياقة مع تعليقاتي؟ صراحة ولا مرة عملت، قلت لك اختصر. اخر سؤال، اليوم شو النصيحة اللي اخذتيها باستوديو الفن وبعدك هلا بتذكريها؟ يعني انا شاركت بسجل فان مرتين وكنت كثير صغيره، يعني 15 16 سنه مش كثير، بس كانت مشاركه حلوه. وعلى فكره وهذا البروجرام ممكن اذا مثلا الواحد ما نجح يحس حاله انه فرصه الدنيا، هي لا ما بتكون فرصه الدنيا، بالعكس يمكن تكون فتحت باب جديد.